السلام عليكم. الفيديو هذا مواصلة لدرسنا سويت أريتميتيك. اليوم باش نشوفو فورمول جينيرال دو لا سوم دي تيرم كونسيكوتيف دين سويت أريتميتيك. دونك فورمول جينيرال، لو كان نسمو السوم متاعنا اس، نعطوه نرمزولو برمز اس، بحرف اس. S égal nombre de termes fois premier terme plus dernier terme du tout sur deux. B. Donc, somme interne, somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique, consécutive mana ou rabada, est égal nombre de termes fois premier terme plus dernier terme sur 2. B. Rudu bekem lani, premier terme mana et terme l'inib de bi suite arithmétique kimtia. Rao mouch bicharti. L'indice mtiaw 1 خاطر ينجم يكون سويت ارتميتيك تبدا ب U5 ولا U20 ولا مش بشرط هي يبدا بال 1. الديرني تيرم هو سهل، هو التيرم الاخراني في سويت ارتميتيك. نجو تو لو نومبر دو تيرم، دونك هذه الفورميل نومبر دو تيرم النمبر دو تيرم متاعنا هو انديس دو بريمي تيرم، انديس انديس دو ديرني تيرم موان انديس دو بريمي تيرم بلس ان. دونك انديس دو ديرني تيرم معناها الانديس والا الران تاع التيرم الاخرين moins indice ou le rang d'un terme du dernier le tout plus 1. Mais nous avons un exemple pour que nous comprenions le nombre de termes. Exemple le dernier qui t'aide à عندي مثلا une suite arithmétique متاعي تتكون من U0 U1 U2, U3, U4 et U5. Le premier terme là, c'est U0 et le dernier terme c'est U5. Donc, le nombre de termes, le qu'on s'appelle N, nous le mesurons par N, qui est le nombre, qui est le premier harf du nombre, donc N égale. هني ردوا بك لانديس دو ديرني تيرم، معناها اخر تيرم في السويت هو 5. دونك اول تيرم هو 0، دونك 5 موان 0 5 موان 0 بلس 1، دونك ان ايغال 6. دونك النمبر دو تيرم في السويت هذه هو 6، وكان تحسبوا قداش عندي من تيرم تو تلقاها 6. ب نجو اكزامبل فين كي ناخذ السويت ارتميتيك تبدا ب A1، هاي ما بداتش ب A0 U2 U3 U4 U5. لهنا باش نلوج على نومبر دو تيرم، دونك باش نلوج على N متاعي. N إيكال لانديس دو ديرني تيرم، معناها ديرني تيرم هو U5، باش ناخذ لانديس متاعو. لانديس متاعو هو الرون هو 5، اول تيرم هو 1، دونك 5 موانز 1 نزيدوها 1، دونك ان ايغال 5. هانو تمشو تحسبو او 1 بلس او 2 بلس او 3 بلس او 4 بلس 5، عندي 5 اليمو، دونك 5 تير. باهي تو اكزومبل اخر لهني بديت او 7،
un alpha U 50. أول تيرم لهني هو U سيت. دونك بريمي تيرم لهني هو U سيت. علاش قلت لكم قيلة مش بشرط هي لانديس متاعو ان بريمي تيرم يكون اي رقم اخر. ودارني تيرم اي 50. دونك ان متاعنا لهني ايجال لانديس دو ديرني تيرم اللي هو 50 الا لانديس دو بريمي تيرم هو 7. دونك 50 الا 7 ونزيدوها 1. دونك ان ايجال 54. دونك فوالا هذه هي الفورميل جينيرال باش نحسبها السوم دو تيرم كونسيكوتيف دون سويت اريتميتيك. ان شاء الله في الفيديو الجاي نعملو ابليكاسيون ديريكت باش نحسبو بها السوم. اليوم عرفنا اش معناتها نومبر دو تيرم، اش معناتها برومي تيرم، اش معناتها ديرني تيرم. المرة الجاية نعملو دي زابليكاسيون باش نحسب السوم هذي وقت اللي يبدا عندي سويت اريتميتيك. وميرسي بوكو.